السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في نشرة الأخبار الأخيرة من قناة السعودية، والبداية بالعناوين. إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وصول التوأم السيامي العراقي إلى المملكة استعدادا لعملية فصلهما. سمو وزير الخارجية ونظيره الهندي يترأسان الاجتماع الوزاري للجنة السياسة والأمن والشؤون الثقافية والاجتماعية. بمشاركة صانع السياسات والمبتكرين ورواد التكنولوجيا، انطلاق المؤتمر الدولي لمستقبل صناعة التحلية بالرياض. المملكة الأولى في الشرق الأوسط بالجودة البحرية للقرن 21. إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وصل اليوم التوأم السيامي العراقي علي وعمر إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض برفقة والديهما، قادمون من جمهورية العراق، حيث نقل التوأم فور وصولهما إلى مستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني لدراسة حالتهما والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما. وقدم والد الطفلين شكره وتقديره لقيادة المملكة على التوجيه بإجراء عملية الفصل. بين أول عملية فصل توائم شهدتها المملكة في ديسمبر عام 1990 وبين العملية 53 قصة نجاح استثنائية جعلت من المملكة أيقونة في إجراء عمليات فصل التوائم السيامية على مستوى العالم من خلال نجاحات طبية مذهلة أشادت بها المراكز الطبية الكبرى. واستمرارا لرحلة فصل التوائم وإنفاذا لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وصل التوأم السيامي العراقي عمر وعلي إلى الرياض ونقلا إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال في وزارة الحرس الوطني لإجراء الفحوصات الطبية لإمكانية فصلهما. تأتي هذه الخطوة بعدما حققته المملكة من إنجازات طبية متوالية من خلال الإمكانات والكوادر الطبية لتتبوأ مكانة متقدمة على مستوى العالم في مجال فصل التوائم السيامية. تتصدر المملكة اليوم دول العالم في عدد عمليات فصل التوائم السيامية التي أجراها البرنامج السعودي لفصل التوائم. فمن إجراء أول عملية تمت دراسة 117 حالة توأم سيامي من 23 دولة في 3 قارات حول العالم، لتعكس هذه المسيرة مدى ما يلقاه القطاع الصحي في المملكة من دعم كبير وتأكيدا على اهتمام المملكة بالعمل الإنساني إضافة إلى ريادتها في القطاع الصحي. تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، تشارك الشركة السعودية للصناعات العسكرية سامي كراعٍ استراتيجي في الملتقى البحري السعودي الدولي الثاني الذي تنظمه القوات البحرية الملكية السعودية، وذلك خلال الفترة من 15 إلى 17 من نوفمبر المقبل في محافظة جدة. وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة سامي المهندس وليد أبو خالد أن الشركة من خلال رعايتها للملتقى تؤكد دورها المحوري كشريك وطني استراتيجي للصناعات الدفاعية من خلال حضورها الفاعل في الفعاليات كافة التي تنظمها وزارة الدفاع. استعرض صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية مع وزير خارجية جمهورية الهند العلاقات التاريخية والمتينة بين البلدين والشعبين الصديقين، وبحث أوجه تعزيز العمل المشترك والتنسيق الثنائي في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وكل ما من شأنه تعزيز الأمن والسلم الدوليين. هذا وترأس صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية ومعالي وزير خارجية جمهورية الهند، ترأسا اليوم الاجتماع الوزاري للجنة السياسة والأمن والشؤون الثقافية والاجتماعية المنبثقة عن مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الهندي. وجرى خلال الاجتماع استعراض نتائج أعمال اجتماعات اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة الوزارية، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والأمن
والشؤون الثقافية والاجتماعية ومناقشة توطيد الشراكة الاقتصادية بين البلدين الصديقين في ضوء رؤية المملكة 2030 وزيادة الاستثمارات البيئية بل البينية. وفي نهاية الاجتماع وقع سمو وزير الخارجية ومعالي وزير خارجية الهند على محضر اجتماع اللجنة الوزارية المنبثقة عن مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودية الهندية. انطلقت في الرياض أعمال المؤتمر الدولي لمستقبل صناعة التحلية الذي تنظمه المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة من 11 إلى 13 من سبتمبر الجاري بمشاركة صانعي السياسات والمبتكرين وموردي التكنولوجيا إلى جانب وزراء المياه من مختلف دول العالم. وسيبحث المؤتمر كيفية تقليل انبعاثات الكربون بنسبة 50% وتنمية الإيرادات غير المائية. وسيصاحب المؤتمر قبة مستقبل التحلية التي ستكشف إمكانية إيجاد المياه في الفضاء والمنظومات تحت البحار وأيضا المنظومات العائمة. تستضيف الرياض الأربعاء المقبل الاجتماع 20 لأصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون الخليجي برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل. ويأتي الاجتماع في إطار الجهود المتواصلة لتحقيق الأهداف المشتركة التي قام عليها مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعزيز جهود القطاعات الإسكانية الخليجية ورفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة لمواطني دول الخليج. حصلت المملكة على شهادة الجودة البحرية للقرن 21 كأول دولة في الشرق الأوسط ومن بين 26 دولة فقط على مستوى العالم، وذلك لتحقيقها معايير الجودة البحرية في الموانئ الأمريكية. جاء ذلك بناء على استيفاء وامتثال السفن السعودية التي زارت الموانئ الأمريكية خلال السنوات الماضية لأعلى متطلبات واشتراطات البيئة والسلامة البحرية، إضافة إلى التزامها بمتطلبات الاتفاقيات الدولية واتباع أفضل الممارسات ذات العلاقة بالمحافظة على مقومات البيئة البحرية. ويعد حصول المملكة على الشهادة إنجازا جديدا ومرحلة مهمة في تطور وتقدم الأسطول البحري السعودي. أعلن مشروع آمالة تحقيقه تقدما ضمن أعماله التطويرية والإنشائية، وذلك بتوقيعه لأكثر من 300 عقد حتى اليوم بقيمة إجمالية تزيد على 6 مليارات ريال سعودي. 300 عقد بقيمة 6.5 مليارات، 98% من قيمة العقود لشركات سعودية أبرمها مشروع آمالة الذي يعد جزءاً أساسياً في استراتيجية رؤية المملكة 2030 الساعية إلى تنويع موارد الاقتصاد الوطني. تضمنت العقود تصميم وبناء أحدث المرافق والمنشآت السكنية في مرحلة المشروع الأولى التي تركز على المخطط الرئيسي لترابل باي، ومن المقرر الانتهاء من بناء 8 فنادق إضافة لتسليم ما يزيد على 1000 وحدة فندقية بحلول عام 2024. ويتوقع أن يوفر المشروع ما يتجاوز 50,000 وظيفة جديدة مباشرة وغير مباشرة للسعوديين، كما سيسهم بما يزيد على 11 مليار ريال بالناتج المحلي الإجمالي للمملكة بمجرد دخول المشروع حيز التشغيل الكامل. كما يعد مشروع أمالة الذي سيستكمل في عام 2027 صياغة معنى السياحة الفاخرة بجمعها للفنون والثقافة والرفاهية والرياضة ونقاء البحر الأحمر، متيحة لزوارها تقديم خدماتهم للمجتمع بمبادرات وبرامج تجذب العالم في رحلة استكشاف متكاملة لا نظير لها حول العالم. وتعمل أمالة على استحداث معايير جديدة على نطاق غير مسبوق في مجال السياحة المتجددة لتوفير ظروف حياة مثلى، إلى جانب تلبية الطلب العالمي للحصول على تجارب شاملة ومستدامة دون التأثير على البيئة المحيطة. كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر يوليو العام الحالي، وبحسب نتائج النشرة الشهرية للمؤشر فقد بلغ نسبة الأرباح بلغت نسبة الارتفاع 17% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق. أشارت الهيئة أن ذلك جاء نتيجة للارتفاع في نشاط التعدين واستغلال المحاجر والصناعة التحويلية وإمدادات الكهرباء والغاز.
نما القطاع الخاص السعودي 8.3% خلال الربع الثاني من العام الجاري ليبلغ ناتجه المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 261 مليارا و700 مليون ريال مقابل 241 مليارا و500 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي. ثاني أعلى نمو فصلي منذ نحو 11 عاما حققه القطاع الخاص بالربع الثاني لهذا العام بنسبة 8.3%، يعد الأسرع تعافيا من مجموعة القطاعات المكونة للاقتصاد من جائحة كورونا، وهو النمو السادس تواريا بعد الانكماش الذي شهده الناتج المحلي بسبب الجائحة. التسارع في نمو القطاع الخاص جاء نتيجة تراكم مجموعة من المحفزات الحكومية الممتدة منذ 2017 حتى بالتزامن مع كورونا والتدخل الحكومي السريع لدعم القطاع ليكون قاطرة الاقتصاد مبكراً، أبرزها 50 مليار ريال من البنك المركزي السعودي ساما للمؤسسات المالية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى حزمة أولى أعلنتها وزارة المالية بنحو 70 مليار ريال تمثلت في إعفاءات وتأجير لبعض المستحقات الحكومية وغيرها الكثير. كل ذلك يأتي في ظل تعويل رؤية المملكة 2030 على القطاع الخاص ومساهمته بالناتج المحلي 2030 إلى 65% ليكون بذلك دافعاً لعجلة التنمية وداعماً للاقتصاد الوطني. انطلقت الحملة الوطنية للتوعية بترشيد استهلاك الطاقة بعنوان لأننا نحبها، والتي تهدف لنشر الوعي بأهمية الحفاظ على الطاقة وتعزيز أهمية المحافظة عليها وتوضيح الأثر العائد من حفظها على المجتمع والوطن. أحبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات محاولة تهريب أكثر من 249 ألف قرص إنفيتامين مخدر في ميناء جدة الإسلامي بمحافظة جدة مخبأة داخل معدة حفر هيدروليكية قبضت على مستقبلها وهو مواطن بمدينة الرياض، وذلك بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وأجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة. كشفت وزارة العدل عن إجمالي المستفيدين من خدمة الإفراغ الإلكتروني للعقارات بلغ نحو 190 ألف مستفيد منذ إطلاق الخدمة، وأوضحت الوزارة أن إفراغ العقارات متاح على مدار الساعة من خلال بوابة ناجز الإلكترونية، مشيرة إلى رفع الحد الأعلى لقيمة العقارات التي يرغب ملاكها بإفراغها إلكترونيا من 3 ملايين ريال إلى 20 مليون ريال. وأكدت وزارة العدل استمرارها في تعزيز التقنية وتوفير أفضل الحلول الرقمية المبتكرة لخدمة المستفيدين وتيسير الإجراءات عليهم، وذلك في ظل عملها على مجموعة من المبادرات التطويرية والإصلاحات التي تعزز كفاءة التوثيق والأمن العقاري. كشف صندوق تنمية الموارد البشرية هدف عن استفادة أكثر من 70 ألف متدرب ومتدربة من خريج الدبلوم والبكالوريوس فأعلى من برنامج التدريب على رأس العمل تمهير، وذلك منذ بداية إطلاق البرنامج في 2017 وحتى الآن، ويهدف تمهير إلى إكساب الكوادر الوطنية من الجنسين الخبرات والمهارات المطلوبة لسوق العمل من خلال التدريب العملي في مواقع العمل الفعلية وفقا لتخصصاتهم، بالإضافة إلى مساهمته في رفع قابليتهم للتوظيف في سوق العمل بعد إكمال التدريب. من جانب آخر، يحفز البرنامج منشآت القطاع الخاص لاستقطاب الكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة حين انتهاء التدريب. ونشرتنا انتهت، بقي أن نذكركم بالعناوين: إنفاذ لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وصول التوأم السيامي العراقي إلى المملكة استعدادا لعملية فصلهما. سمو وزير الخارجية ونظيره الهندي يترأسان الاجتماع الوزاري للجنة السياسة والأمن والشؤون الثقافية والاجتماعية. بمشاركة صانع السياسات والمبتكرين ورواد التكنولوجيا انطلاق المؤتمر الدولي لمستقبل صناعة التحلية بالرياض. المملكة الأولى في الشرق الأوسط بالجودة البحرية للقرن 21. شكرا لكم على طيب المتابعة، نلقاكم على خير وفي أمان الله.